بدي أذكركم وما تنسوا أبدا أنه اليوم نحن سبت آخر سبت بشهر أدار، وعادة مثل كل سنة وبقرار من مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء، الساعة بتتقدم ساعة، يعني بتصير بتعتم مؤخرة، بصيروا ساعات الليل أقل. بقى انتبهوا كتير منيح، اليوم بالليل على الساعة 12 بتصير الساعة 1، يعني لحقوا حالكم سهروا بكير لتقدروا تكون سهرتكم حرزانة. إذا اليوم قدموا الساعة بلبنان، وانتبهوا على توقيت الفرق بينكم وبين الدول التانية يلي بتتواصلوا معها مع كتير من العالم والأقرباء والأصدقاء. طبعا بدي اتشكر كل يلي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. بتمنى انه نصيحة المي اليوم كان يوم المي العالمي للجسم ولراحة الجسم وللصحة، بتمنى انه تكونوا اخذتوها بعين الاعتبار. وقد ما فيكن ما تنسوا المي، في ابليكيشن على فكرة فيكن تحطوها على عندكم على الابل او على الاندرويد، بتذكركم كل شوي انه تقوموا تشربوا مي. مش غلط ابدا، لانه ممكن اذا مره ما قمتوا تاني مره تقوموا، هيك تقدروا تحصلوا على الكميه الكافيه خلال النهار، وخاصه للي بينسوا، لانه كتار منكم جاوبوني انه بينسوا. شيف ار يو ريدي؟ يس. وين المغمور قلعتي فيه؟ ايه. البرازي خلصوا؟ ايه. الشنكليش لفيتيهم وما اكلناهم، ما بعرف وين راحوا. ما حكينا عنهم عن الهوا اصلا. ما حكيت عنهم على الهوا. وشو بعد في؟ هلا الطبخه كفته البطاطا مع كريم فريش. كفته البطاطا مع الكريم فريش وراح الميكرو. كفته الدجاج يعني قصدي. صح. طيب نحن كلنا سمع لك شيف، انا بنضم لك بعد شوي، رح اترك لك هلا الساحه لك حتى ما نحرق الطبخه، لانه بتعرف اذا كثروا الطباخين شو تحترق. بس معك ما بتحترق يا جوزيف. يا عيني عليك، يا عيني عليك. اليوم غير شكل انت، يعني رغم كل شيء انت كتير شاطر بالطبخ. بس ليكي شايف عندي سؤال لك، بتشربي مي انت منها؟ ايه شغلي نفسي. نظارة بوجهك ولا هيدا ميك اب؟ اساله. في نظارة بتشربي مي؟ ايه. واليوم بالذات لانك حكيت عن المي ما بعرف ليش شربت كتير مي. شفتي شغلي نفسية ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا كتار منكم اليوم شربوا كتير مي من وراء الحديث عن المي، لانه بالفعل مهمة جدا. بتعرفي قد ايه في كم لتر مي بجسمك؟ رح اعمل لك اياها فحص وبعد شوي بدك تجاوبيني، فكري فيها علميا، فتشي جوجلت اذا ما 75%. نحن وياكم مكملين عالم صباح للوحده بتوقيت بيروت مع ست بلقيس ورشه ملح. صباح الخير، ان شاء الله يكون ويك اند حلو على الجميع. أنا كتير مبسوطة إنه عم بيكون في كومنتس كتير حلوة. اللايف اللي عم بعملها عم لاقي في كمية كبيرة من النساء ومن السيدات ومن الستات يلي عم بتتابع بشغف هيدي الوصفات، ويلي ناطرة هلأ المسقعة على البرازق على كفتة الدجاج مع البطاطا والكريم فريش. اليوم قررت امشي ستيب باي ستيب كل شيء كرمال ما تقولوا عم بشتغل على السريع. أول شيء عملناه إنه نحنا قشرنا البتنجانات لأربع حزوز وقليناهم بزيت غميق، وقد ما فينا الحشوة حاولنا انه ما يكون فيها كتير زيت. هلا عم يطلع الانجريدينتس على الشاشة، مسقعة البتنجان او المغمور. عادة بيعملوها بالبتنجان الكبيرة وبقشروها وبيقلوها. اهم شغلة انه البتنجان لازم تتشمس على حرارة الشمس الطبيعية وتتملح، هيك ما بتقعد تشرب مي. سوري، هيك ما بتقعد تشرب زيت. واذا حسيتوا ان البتنجان كتير شربان زيت، بنحاول قد ما فينا الحشوة اللي بدنا نحطها على وجهها ما يكون فيها زيت، هيك بيعدلوا بعضهم. اول شي عملته حطيت شقف من الفليفلة بقلب صينية الفرن، وحطيت البتنجان يلي فتحت لها بطنها بالنص قبل ما اقليها بهيدا الشكل. وهلا اللي بدي اعمله رح احط على وجهن الحشوه يلي عباره عن شرايح من البصل المشوحه تشويح، يعني مقليه نص قليه، قطع من البندوره يلي مفرومه فرم ناعم وبدون تقشير لتضل حبة البندورة مثل ما هي، بس سوري بندورة مثل ما قلنا، رب البندورة مع شوي من المي كرمال تطري هالفليفلة وتكون جوسي هالوصفة. حطينا بهار الحلو مع 7 بهارات مع القرفة، حطينا كمان طبعا ملح. حنرجع نسكر بهيدا الشكل الباذنجان،
بدي ارجع ملح شوي لانه الباذنجان مش مملح بهيدا الشكل. اوكي، على الوجه رح حط الثوم، يا اما بندقهم دق هيك، يا اما بنحط فرمات من الثوم بهيدا الشكل. رح ارجع اترك شوي من مثل ما قلنا بصل جوانح، حطينا تقريبا بصلة كبيرة شرايح رفيعة، حطينا فوق منهم رسان من البندورة فرم ناعم، حطينا حمص، كوب من المي مخلوط من ملعقتين من الرب البندورة، البهارات بهار حلو وسبع بهارات وشوية قرفة، طبعا الملح مثل ما قلنا بدنا نرجع نعيد شوية ملح لأنه الباذنجان يكون شوي حلو بيطلع أطيب. رح دخلهم على الفرن. كون تقريبا خلصت تحضير اول وصفة لليوم اللي هي مسقعة الباذنجان، بدها بحدود الربع ساعة بفرن حامي طبعا لنص ساعة، لما نحس بلش يسقسقوا مثل ما بيقولوا الصلصة مع الباذنجانات، شكلهم بشهي وريحتهم أطيب. رح نضل بالمالح ورح ننتقل للوصفة الثانية يلي أنا كتير محمسة لأعملها أنا وياكم. رح أقرب الانجريدينتس لهاي الوصفة لقدامي لتشوفوا معي عن شو عم بحكي. عم بحكي عن وصفة الدجاج المطحون. قبل بمرة عملتها بس عملتها بصلصة البندورة، اليوم بدنا نعملها بالصلصة البيضة اللي هي عبارة عن كريم فريش مسخن مع شوية ثوم وبهار الثوم وبهار أبيض. بعد ما يتسخن رح ضيف عليه الفطر. هون رح بلش سخن الزيت لنقلي الدجاجات كفتيت. هون رح حط الكريم فريش. قبل ما احط الكريم فريش مثل ما قلنا بدنا نحط شوي من الثوم، انا تركتهم بلا تقشير لانه المغمور كان بده ثوم بقشره. فهلا اللي بدي اعمله ما رح احط زيت ابدا، ما رح احط زبده، ما رح احط شيء لانه رح نقلي الدجاج بشويه زيت، فدايما لما نقلي بنبعد عن الزيت يلي بده يكون بالصوص. نترك اللحمه يلي قليناها، اللحوم سمك دجاج لحمة حسب نوع اللحمة اللي عم نستعملها. رح حط شوي من الثوم، رح حط معهم من البهارات بهار أبيض بهار الثوم وملح. هاي لوصفتي. رح أخد كريم فريش سخنه بعد ما يتسخن كريم فريش رح افرم الفطر وضيفهم فوقهم ليغلوا مع بعض. وارجع كون طحنا هون الدجاجات الملقط، رح نحط قطع من سفين الدجاج المسحبة المنظفة المنقوعة شوي بالخل والحامض والملح الخشن. دايما بقول الدجاج بيتغسل او بيتعقم بهالطريقة، شوية خل مش يعني تصير شاورما، شوية خل منغسلها بشوية خل منفركها بحامض وخل وملح خشن، ولما نحس انه نحنا زدنا من كمية الملح الخشن بدنا ما نكتر ملح بالوصفة لانه دجا شربوا الدجاجات الملحة. بدي اعمله هلا، رح افرم بصل ورح افرم بقدونس وحطهم فوق منهم. بس ناخد نص بصلة نفرمها، هلا بدي ارجع اغسل ايدي كتير منيح من البصل لانه بدي شكل البرازق بايدي
كان عم يحكي جوزيف عن الشانكليش. نحن تروقنا لحالنا شانكليش نحن وضيوفنا، بس ما عملت على الهوا لانه الشانكليش مثل ما بتعرفوا شغلتهم شغله، بابا بيعملهم وانا بنتبه من بابا بيعطيهم النكهه وانا برجع كمل شغلهم بالبيت، لانه بتعرف الشانكليش بده وقت كتير طويل لحتى يصير شانكليش. هون خلينا نخلص نحطهم لاخد البصلات تحطهم فوق. هاخد بقدونس كمان. صرنا سفينة دجاج، نص بصلة مفرومة، بقدونس، بهار الثوم، بهار ابيض، رشة من القرفة كرمال اذا في شوية ريحة زنخة او شيء، اكيد ما رح يكون فيه. مثل ما قلنا شوية ملح مش كتير لانه نحنا ملحين، بهار الثوم وبهار البصل مع بعضها، بهار ابيض طبعا وما بدي كتر لان بدي ارجع احط بهار ابيض على الوصفة، رشة من القرفة، رش صغيرة من الكمون. شو بدنا نعمل؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. هلا بدنا نتركهم لينطحنوا كتير منيح ليصيروا كفتة. برجع بعدين بعد ما ينطحنوا كتير منيح. هون بدي اتأكد انه هيدي خلصت منها انا، بدي زيحها على جنب لانه بدي قد ما فيي اترك مجال لحتى مد الكفتة وشكلها بهيدا القاطع وارجع قليها بالزيت يلي عم بحميه. اهم شيء نشيل من حوالينا البهارات هون. اوكي امتين بتصير الكفتة جاهزة؟ لما الكيتشنت تصير تمشي. اكيد لا، لما نحس انه كلها صارت عجينة وحدة مثل ما هلا صارت كلياتها عجينة وحدة منوقف نتطلع على المسا. اتس اوكي مش الحال. اخدها بهذا الشكل. اوكي بدي اخد الكفتة كفتة الدجاج بدي شكلها سيركلز لحتى مدها مع الفطر الكريم فريش. هون عندي فارت. يلا بدي مدها للكفتة كلها سوا على نفس السماكة تكون. اوكي هيك هلا بدي بلش شكلها واقليها بالزيت. اكيد عندي نبلش نقليها. انا قصدت ما بدي احط طحين لانه البطاطا فيها نشا وبديها تكون شوي هيك مش سميكة. رح اسكب كريم فريش مع الثوم، رح ضيف عليه بهار الثوم والبصل، بهار ابيض ريحتهم رائعة. رح ضيف الفطر، رح قطع الفطر وبلش قلي بالدجاج. بهالوقت
بليز ما تتركوا لتكملوا الوصفة، بريك ورح أرجع لكم. عودي معكم للمتابعة، ما بعدكم عم تتواصلوا معي عبر صفحة السوشيال ميديا لبرنامج عالم الصباح، وكتار منكم طبعا جاوبوني أجوبة بترد مظبوط مثل ما لازم، وفي كتار منكم عم يتأسفوا على قصة المي. صباحك فول يا جوزيف، أنا بشرب مي قليل، بنسى كتير أنه أشرب من المي. أنا بتمنى أنه هيدا الشيء يصير من حياتكم اليومية. صباح الخير جوزيف، كل جسم ليتنظف بحاجة لكمية كبيرة من المي. عبير الجنة صباح الخير، قال الإمام عليه السلام إياكم وشرب المي من قيام على أرجلكم فإنه يورث الداء. يعني هيدي بتأكد نظريتي أنه أنتم واقفين على إجريكم لازم أكيد ما تشربوا مي، لأنه هيدا الشيء مثل ما قلت بيصير فيه مشكلة بالنسبة ل المفاصل. 3 لتر بشرب لأنه بحب كتير المي وبعرف أنه مفيد، وبشرب أنا وقاعدة أكيد يا جوزيف. نورة الغريب صباح الورد، جوزيف من سوريا وللأسف ما عم نقدر دايما نتابعكم، إن شاء الله بتقدر دايما تكون عندكم الكهرباء يا نورة وتقدري تتابعينا. ابتسام بش صباح الخير، حسب مش كتير، لا يا ابتسام لازم تهتمي أكتر وأكتر بالنسبة للمي. حميدة شبي صباح النور، جوزيف ما كتير بصراحة أحيانا وبتأسف على هالموضوع انه ما بشرب مي. ان شاء الله نكون قدرنا اليوم زدنا لك حماسك لانه المي تكون موجودة بحياتكم اليومية بكميات كافية ووافية. برجع بقول انه في دراسات كتير يابانية وهندية بتقول انه شرب المياه عند الريق وشرب المياه السخنة بعد وجبة الغداء او العشاء او الترويقة ب40 دقيقة بدوب الانسجة الفات، وطبعا انتوا قاعدين افضل انكم تشربوا كميات المي لتقدر تمرق بكل أعضاء الجسم وتنظف، وأحسن ما تنزل على المفاصل. شيف طبعا أنت عم تحضري تحضيراتك وفاينل تاتش على كل الوصفات يلي عم تقدميها. تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا، دايما نذكركم برقم الواتساب 03-010-533 لتطرحوا أي موضوع بتحبوا نفتحه بعالم الصباح، ونحن طبعا كافلين أن نوصله لكل أخصائيينا يلي معنا لتقدروا تحصلوا على الجواب الكافي والوافي. ورشة ملح عند الست بلقيس، وأنا بنضم لها بعد شوي. أهم شيء بهالوصفة لليوم أنه نحن سخننا الكريم فريش، حطينا له حص ثوم مدقوق منيح، حطيت له البهارات، بهار الأبيض مع بهار الثوم، وحطيت الفطر الفريش مع الكريم فريش. هلأ اللي بدنا نعمله انه رح نضيف البطاطا، وهون نحن قلينا الدجاجات، عم نضيف البطاطات، رح نضيف فوق البطاطا قطع الدجاج يلي نحن قليناهن بهيدا الشكل. انتبهتوا انه نحن ما حطينا طحين على الدجاج، وشوفوا كيف كمش، لانه احيانا في اشخاص بيقولوا بنحب نزيد ملقه نشا صغيره، بنحب نزيد شوي من الكعك بس كرمال يكمش الدجاج. لا، هينا قليناهم وما فرطت وكمشت وباحلى حالاتها. رح قلب الباقيين وارجع اضيفهم. شو بدنا نعمل بعدين؟ حطهم بالفرن، لانه هلا بيتضاعف حجم الكريم فريش وبصير يعطي للكل. اجمالا هي ما رح تكون كتير جوسي، يعني كلها مرقه، لانها هي بالنهايه مش يخنه، نحن عاملين كانه كفته بالصينيه مع بطاطا مع شويه كريم فريش وفطر عليها، كانه عم بعمل صينيه كفته بلحمه مع بطاطا وصلصه. هون الكريم فريش بس هيك ليعطي نكهه ويخليها تكون جوسي مش ناشفه. هون رح كمل تقليه الكفتيات، بهالوقت رح اتفقد الفرن، لانه نحن مثل ما بتعرفوا حطينا صينيه مسقعه الباذنجان بالفرن. يا الله يا الله الروايح. في عندنا بالاستديو من المصورين الاعزاء فيجيتيريان، فهلا بده كثير يدعمها لهالصينيه. رح نحط صح
صينية مسقعة الباذنجان يلي صارت جاهزة. رح كمل اخد الدجاج ودخلها على الفرن وننتقل انا وياكم لوصفة البرازق. حطينا الدجاج بهيدا الشكل، رح دخلهم على الفرن بحدود العشر دقايق او الوقت المتبقى. بالنهاية نحنا مسخنين الكريم فريش، قالين البطاطا وقالين الدجاج، بس بدنا اياهم بقلب الفرن مثل ما بيقولوا ياخدوا بعضهم او يعطوا النكهات لبعضهم. الوصفة كتير طيبة، الوصفة بتشهي، يعني أنا مني وعلي ناطرة الحلقة لتخلص لبلش دوق هالوصفة الكفتة بالدجاج مع الكريم فريش اللي بتشهي. رح نشيل هو كلهم من قدامنا وراجع أنا وياكم شو عملت بالنسبة لعجينة البرازق. هون غسلنا إيدينا منيح كرمال نشتغل البرازق صح. حطينا 3 ارباع الكوب من السكر ناعم، وحطيت 3 ارباع الكوب من 3 ارباع الكوب من السكر الناعم، 3 ارباع الكوب من السمنه المايعه، يعني لازم تكون على حراره الغرفه، وبعجن السكر الناعم مع السمنه المايعه بطريقه يصيروا متكمشين، وبلش ضيف الكوب الكبير من الطحين وبيكمشوا مع بعضهم وبيرتاحوا بحدود الساعه من الوقت. بهيدا الوقت بعد ساعه صار عندي هيدي العجينه الغير شكل يلي حطيت لها مثل ما قلنا السمنه، حطيت لها السكر الناعم، حطيت لها الطحين، وطبعا طريتها بشوية مي وفانيليا. شو بدي اعمل هلا؟ هون عندي مي وسكر، هون عندي سمسم، هون عندي فستق حلبي، بلش دقهم كسرهم شوي. اوكي طيب كسرنا قد ما بدنا. هون هالميلة رح حط على السمسم مي وسكر او قطر او اي شيء ممكن يخليه يلزق. اوكي حنجيب صينية الفرن. قد ايه بدهم بالفرن؟ اذا كان الفرن حامي بدهم 7 دقايق، لانه بدنا ننتبه كثير منيح انه ما يحترقوا، ولما نشيلهم منشيلهم بيكونوا طرايا هيك اول ميله، وهيدي ثاني ميله، ومنبلش قد ما فينا نرقها هيك نشيلها بيطلع عنا هيدا الشيء. بحطها ما بحط تحت منها شيء لانه هي اصلا فيها زبده، فيها سمنه، فيها اللي بدنا اياه. هون هيك شيء من تحت فستق حلب مكسر وعلى الوجه سمسم. ناخدها نرجع نعمل دوائر. أنا بدي بنتي تساعدني، عطول بنتي بتساعدني فيهم. هلأ إنه هي ما بتساعدني بتساعدني، هي تاكل. هلأ هي وجوزيف تيجي بتساعدنا بالدواقة وبتعطينا رأيها. مثل ما قلنا بناخدهم هالقد الحبة، نمعس نصها مع الفستق الحلبي، الوجه الثاني بيكون مع السمسم. كل ما رققنا حبة البرازق كل ما عطتني طعمة طيبة أكتر، كل ما رققناها كل ما طلعت كرانشي أكتر. في أشخاص سألوني كيف بدها تطلع حبة البرازق معهم بتقرمش مش إنه تطلع طرية. أول شيء طبيعي اول يوم تكون بعدها شوي بارده، ثاني يوم بتطلع مقرمشه اكثر، بس لتطلع كمان مقرمشه اكثر بعد ما تستوي بنطفي الفرن عليها وبنتركها بقلب الفرن على حماوه الفرن
نتركها بقلب الفرن على الحماوي تشتغل. اوكي، نحن طبيعي مجهزين برازق حاطينهم بالفرن، بس هي الطريقة شوي بتجربوها بالبيت اكيد رح تدعولي، وبليز وقت تجربوها نزلوها على السوشيال ميديا عندي على البيج، خليني اشوف انه انتو تلاميذ شاطرين. هلا خلصت انا اللي بدي اشتغله، رح حط صينية البرازق بالفرن ورح فرجيكم البرازق يلي عملتن. الجاهزين. لا انا بدك تدوق برازق قبل ولا ما؟ انا اللي بحبه فيكي حتى ما بتنقي وصفات الا فيهم حرف الار، يعني ست بلقيس قولي برازق. برازق. طب قولي الار واحده. طب انا انت ليك شو ما تعمل جوزيف، وصفاتي بتعقد. بحياتكم سمعتوا حدا بيلدغ بكل احرف الابجديه؟ ايه انا عشان هيك مش بالياء، حدا بيلدغ بالياء؟ ست بلقيس بتلدغ بالياء. ايه مسقعت باذنجان ما فيها رب. مسقعت باذنجان بلا فيها اسمها مغمور. مغمور ما عم بحب اقولها مسقعه. انا بحبها بالمسقعه هيك بتطلع بلا رب اجمل. الثانيه كفته باذنجان. ايه لا كفته دجاج. بالدجاج بالكريم لا لا ما فيها كريم فريش، فيها صلصه بيضاء. اوكي اليوم وصفتنا كانت البرازق. نعم الشامية، موجه تحية لأهل الشام كلهم. سمعت في كتير على السوشيال ميديا كانوا من سوريا، فنحن كرمالكم اليوم عملنا وصفة البرازق، وصفة كتير هينة بتعتمد على 3 انجريدينتس، من السكر الناعم، من الطحين، من السمنة. شو فيرا انجريدينتس. ست بلقيس طبعا نحن دائما بانتظار جديد، يعني ونحن بنعرف قد ايه عندك المونه طيبه يعني. جدا يعطيك الف عافيه بكل شيء بتعمليه. ميرسي جزيل. الشانكليش الكشك الهولي كل المربيات وكذا المكدوس كلهم غير شكل، يعطيك الف عافيه. واولادك شو مسميتيهم؟ الينا والحسن. ما فيهم رم، نقيتيهم مضبوط مضبوط. الينا معك بالاستوديو هلا، متعرف عليها لالينا بعد شوي. انا بنتي اسمها الينا كمان. سرقتيها مني اسم ولا؟ ايه لانه الينا اللي عندك اكبر من الينا اللي اختي. انا اسم امي لانه مسمى بنتي. الله يرحمها. الله يرحمها. طبعا نحن دائما بننطر بالمطبخ كل الوصفات يلي بتحضريها ست بلقيس يوم السبت او الاحد. اكيد مش حننسى وصفة الكفتة. يلا خلينا نقدمها للمشاهدين. اوكي خلينا نشيلها. هيدي هي. انا بدي ارجع اذكركم ما تنسوا انه اليوم بالليل على الساعة 12 قدموا ساعتكم ساعة 12، بتصير الساعة 1 بتوقيت بيروت، يعني لحقوا حالكم سهرتكم قصيرة اليوم، بصير نهارات بتطول اكثر. كل اخر سبت من شهر اذار بتصير هالعملية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء. طبعا لتصير الحياة عملية أكثر وأكثر، وبصير التأخير بآخر الصيفية آخر سبت من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي أتشكر كل اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا واللي تابعوا ضيوفنا لليوم، دايما ضيوف كتار وفقرات مختلفة بالويك أند بتكون، بكرة كمان رح يكون عنا نهار غير شكل، ما تنسوا تتابعونا. وطبعا مرق معنا خلال هالأسبوع الماضي عيد الأم يوم الثلاثة وكان ناجح بامتياز، كتار منكم ربحوا جوائز قيمة، وخمسة من الفيديوز اللي بعتون ربحوا جوائز اللي هن كانوا فيديوز مهضومين عن عيد الأم. رح عندك شيء تقولي؟ ايه بدي احكي على السريع. نحن عملنا مساعه الباذنجان بالباذنجان الطويل، حطينا لها حشوه البصل والبندوره والصلصه مع الحمص، حطينا كريم فريش مع البطاطا سيركلز يلي كانت مسلوقه نص سلقه، مع كمان كفته الدجاج اللي عملناهم سيركلز، حطينا فطر معهم، وطبيعي البرازق يلي كثير طيبين. طبعا ما في شك كثير طيبين، يعطيكي الف عافيه شيف. نحن بنودع المشاهدين انا وياكي، بكره بنلتقي فيكم بعالم صباح جديد الساعه 10 بتوقيت بيروت، الى اللقاء. باي. Eyes, 'cause they never tell.
tell me lies. I can feel that body shake and the heat.